أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك سكتة بعد الفاتحة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة؟ استحسنها بعض العلماء. الثابت عن الرسول كما قال ابن القيم، ثابت عن الرسول سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام التي يؤدي فيها الاستفتاح، وسكت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع لأجل أن يرجع إليه نفسه. وأما السجدة التي بعد قراءة الفاتحة هذه لا دليل عليها، ولكن استحسنها بعض العلماء من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة. نعم.